تفضلي. كيفاش شفتي المقابلة؟ أنا الصراحة دريت عيانة بزاف، ولكن اليوم أنا فخورة جدا، فخورة فخورة فخورة، وبكيت بزاف ولكن فخورة. انت دابا عجبك لوغوندومون ديال ليكيب ناسيونال؟ شكرا. مرحبا بك. كيفاش شفتي المقابله والاقصاء ديالنا من الدور النسائي؟ الحمد لله المباراه كانت في احسن على ما يرام الحمد لله. بالنسبه للمغاربه شرفوا بلاد المغرب الحمد لله في البطوله العربيه في قطر، وما سافتش الحظ من الحمد لله، سواء خسر او ربحت ديما المغرب الحمد لله عطاو حتى وما فيه الكفايه، مي كيبقى الحظ. انت راضيه على الاداء ديال اليوم؟ الحمد لله راضيه على المغاربه من اول الاداء اللي عطاو وتلهد النتيجه هذه، مي ان شاء الله يسعفوا من حظي ان شاء الله في الترتيب ان شاء الله في المرتبه الثالثه ان شاء الله. شكرا. تفضلي. كيفاش شفتوا المقابله والاداء والاقصاء ديالنا من الدور النصف النهائي؟ المقابله كانت مزيانه، يعني حاولوا، كان شويه الاخطاء، ما كانش شويه تركيز، يعني نعرف لما نعطي كره ناخذ وقتي، ملي كتجي كره في واحد اللحظه اللي خاصك تجي لك واحد جوج يعني شوت، ما عرفتش كيف بحال كتعطل شويه، بحال كيف يعني كتكون سو اكسايتد، يعني فرحتي كثر انك جات الكره في رجلك، ما عرفتش، ما نقدرش انا نشرح هذا الشيء، ما ماشي سبيشلايز في هذا الشيء، ما كنعرفش، ربما الركراكي غادي يقدر يجاوب على هذا الشيء، على التشكيله، على التغييرات السريعه، كانه ما كانش تجانس، ما عرفتش. المهم لعبوا، جمهور شجع، شكرا للجمهور اللي اظهر العالم، الحمد لله الاسود اطلس ميد ات ذيس فار، وصلت لهذ المرتبه اللي حتى شي دوله عربيه ولا افريقيه وصلت، حنا كنفتخروا فيهم، وكنتمناو يتفرجوا في الماتش مره اخرى ويشوفوا فين كان الاخطاء، وخاصة يعني الدوله ديالنا تحاول تعطينا يعني اطفال هدافين اكثر، يكون عندنا كثير لعابه باش نقدروا نبدلوهم، باش بحال دابا حنا بقينا كنلعبوا بنفس الفريق، نفس الفريق كيلعبوا دفاع هجوم دفاع هجوم، ربما عياو، فخاصنا بزاف باش نقدروا نشونجيو، يعني يكون عندي البديل ماشي نعتمد على واحد، يعني المونديال كله، يعني شكرا للجمهور اللي كان كيشجع في هذه المباراه، وشكرا للفريق. شكرا. على مراحل ثاني حاجه حنا كنفتخروا بهم بزاف، انا ام سو براود انه وصلوا لهاد المرحله هادي، بيان سور كنا كنتمنوا ان يربحوا، ولكن ما عندنا ما نديروا، ان شاء الله يربحوا كرواتي ويجيو في المرتبه الثالثه ان شاء الله. غادي تكوني حاضره في الترتيب ان شاء الله؟ غتكوني حاضره في الترتيب؟ ما عرفتش امتى الماتش ديال الترتيب. سامدي السبت ان شاء الله. انت مني جيتي من المغرب ولا من برا؟ لا جيت من السعوديه. انت مقيمه في السعوديه؟ نعم. تبارك الله. جدا. اخر كلمه عندي واحد الكلمه مهمه، ما يعرفش واش عندها علاقه بهذا الشيء اللي حنا فيه، اخر كلمه هي ان يا امهات المغرب، يا الامهات اللي في المغرب، شوفوا الامهات اللي عايشين برا كيفاش مربيين وليداتهم، وحنايا عندنا قلة الترابي، قمة قلة الترابي، رغم حنايا في كل بلد عربي أمازيغي إسلامي، ولكن ما عندناش الترابي، ما عندناش الأخلاق. يا أمهات المغرب، تعلموا من هذوك اللي خرجوا برا، اللي بعادين على البلاد وبعادين على الثقافة وبعادين على الدين وبعادين على كل شيء، شوفوا تبارك الله وليداتهم. كنتمنى من الأم المغربية حسن ما تبقى تولد وترمي الزنقة تربي. شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.